هذه أبرز عناوين اليوم من أوزارب ميديا. رئيس مجلس مدينة المطلة في إسرائيل مقتل 5 أشخاص بضربة مباشرة. هيومن رايتس ووتش: العائدون لسوريا من لبنان يواجهون خطر الاعتقال من النظام. وزير خارجية السعودية: ما يحدث في شمال غزة شكل من أشكال الإبادة الجماعية. حكومة فيكتوريا تمنح اللبنانيين 50,000 دولار إضافية لمواجهة المأساة التي تسبب بها الحزب. شكراً لمتابعتكم. لقراءة المزيد زوروا موقع أوزارب ميديا. هل تعلم أنه يمكنك الوصول إلى مزيد من الزبائن من خلال رعاية عناويننا اليومية؟ اتصلوا بنا لمعرفة المزيد.